أصدقائي المشاهدين، مساء الخير، مرحبا بكم، تحية طيبة للجميع. في هذه الحلقة الجديدة من سلسلتنا قصة كتاب، سأقدم لكم كتاب رسائل نيتش، وهو عبارة عن مجموعة من الرسائل التي كتبها الفيلسوف الألماني فريدريك نيتش، والتي أرسلها إلى أفراد أسرته، إلى شقيقته ووالدته، وإلى أصدقاء ومعارف مقربين له. تحدث فيها عن مجموعة من المواضيع الشيقة والعميقة كذلك. في هذه الرسائل نتعرف على التطورات السياسية التي كانت آنذاك في المدن ألمانيا وفي بروسيا، نتعرف كذلك على تطور الفكر الفلسفي عند نيتش، ونتعرف على العمق على هذه الأصالة الرومانسية التي كانت للرسالة آنذاك، الرسالة التي يحربها الكاتب ويكتب فيها عن الشعر، يكتب فيها عن الفن. لا ننسى بأن نيتش كان مفتونا بشعر هولدرلين وكان يدافع عنه، كان موسيقي لأنه كان يشارك في جوقة موسيقية، وكانت هذا الأوركسترا يحيي حفلات يعني من المستوى عالي في المهرجانات التي كانت تقام في المدن الألمانية. هذا في المنتصف الثاني من القرن التاسع عشر، سنة 1866، لما كان لا يزال طالبا. ونتعرف في هذه الرسائل على تطور الفكر الفلسفي عند نيتش واهتماماته وإخفاقاته وتحولاته، وهو مجند وهو طالب وهو أستاذ، ويعني معانه من أمراض، من خيبات، من تحولات، من مراجعات. حقيقة الرسالة التي يكتبها الكاتب لأقرب المقربين له، خصوصا إن كان كاتبا في حجم نيتش، تكشف لنا الكثير وتساعدنا على فهم الكثير في فلسفة هذا الفيلسوف الذي ظل فيلسوفا تائرا وفيلسوفا كذلك غامضا. أحيانا أنا أستغرب حينما يقول البعض بأنه يقرأ نيتش ويجده بسيطا وشيقا وعاديا، لأنني أصادف بعض الطلبة وبعض الناس يعتقد. أنا شخصيا قراءتي لنيتش، سواء جينيالوجيا الأخلاق أو هكذا تكلم زراتشتش، أجدها قراءة صعبة جدا، لأن نيتش لم يكتب بطريقة موجهة لإقناع قارئ عادي أو يعني لعامة الناس، بل أحيانا في الكتابة الشذرية، كتابة الشذرات، تحتاج منا إلى تمحيص، إلى تأمل، إلى إعادة الشرح، إلى المقارنة بين الشذرات التي تبدو لنا متضاربة. أحيانا الترجمة لا تسعف كذلك في هذا المنحة. وبالتالي نيتش يعتبر من أصعب الفلاسفة، طبعا إلى جانب هايدغر وآخرين، ولكن مثل هذا الكتاب، كتاب رسائل نيتش، يفصح لنا أو يطلعنا على الكثير من خبايا وسياقات هذه الفلسفة، لأنها عبارة عن الأرضية أو الخلفية الثقافية والاجتماعية التي كتبت ضمنها هذه الفلسفة. وبالتالي المهتم بقراءة نيتش والمهتم بحياة نيتش أفضل مدخل، وكذلك للقارئ العادي أفضل مدخل للإطلاع ولمعرفة الثقافة والمصادر التي أغنت حياة نيتش، وكيف يفكر، ومرجعياته وطريقته في تفكير نجدها في هذه الرسائل. لأنه أحيانا يحاول مثلا في قضية الإيمان بالمسيحية، لأنه منذ كان طالبا كانت له آراء جد صريحة، كان يكتب ليقنع أخته أو شقيقته بمواقفه حول المسيحية. طبعا كانت هي مؤمنة، وكان يحاول بطريقة أو بأخرى أن يستدل وأن يحاجج على يعني جحوده بالمسيحية في هذه المسألة. كذلك دفاعها عن هولدرلين أو كتابته حول مجموعة من الفلاسفة، خصوصا من الفلاسفة اليونانيين، لأن المرجعية الأساسية للفيلسوف الألماني فريدريك نيتش هي فلاسفة ما قبل سقراط، يعود إليهم، يمحص كتاباتهم والمصادر والكتب التي كتبت حول هؤلاء الفلاسفة. نجد كذلك مجموعة من التحولات في هذا الفكر، ومجموعة كذلك من الثورات التي تحصل لديه. ينبغي أن نتفق على أنه كان قارئا نهما، كان يقرأ بغزارة، كان كذلك شخصا يمكن أن نقول عنه بأنه عنيف في انفعالاته، في
إدراكه للواقع في طريقة تعامله مع الآخرين، وعاش حياة غنية على المستوى الثقافي لأنه كان فنان، كان فيلولوجيا لغويا يهتم بشكل اللغة. هذا الفن ينبغي أن نبسط أو نحتقر أهمية الفن في حياة الفيلسوف، خصوصا أنه كان عازفا في فرقة وكان يؤدي وكان يشارك له حياة اجتماعية. يعني تحدث عن حياة ثقافية غنية. البعض يعتقد بأن هؤلاء الفلاسفة مثلا نيتش عاش في حياة مأزولة وعاش حياة بائسة مثل ما مثل ما يحصل عندنا، وبدأ يستنتج أفكارهم من دماغه. لا، عاش في عمق العالم، عاش مطلعا على ما كتبته العقول عبر التاريخ في الفكر الفلسفي والعلمي، وعاش كذلك متناغما مع زمانه، يؤلف الفن ويستهلك الفن ويقرأ الشعر ويطلع الحياة ويتابع السياسة ويتابع شؤون المجتمع. عاش حياة غنية جدا في متى هذا؟ في المنتصف الثاني من القرن العشرين، من القرن التاسع عشر، لأن الرسائل بين 1866 إلى حدود يعني إلى آخر أيامه، آخر الرسائل لما أصيب الفيلسوف بجنون. أصدقائي المشاهدين، أنصحكم بقراءة رسائل نيتش، لأن هذا المفكر العظيم في رسائله الكثير من القضايا والكثير من النقاشات والكثير كذلك من المعلومات القيمة التي تثري تجربتنا الإنسانية من خلال هذا الفيلسوف العظيم. أتمنى لكم قراءة ممتعة، ولا تنسوا أن تدلوا بآرائكم وتعليقاتكم أسفل الفيديو. إلى اللقاء.